مره انا زمان لما بقلبص قلبص شويه وبقاش شايله اللانسز وشعري قصير ببقى وشي بيدي على سعاد حسني سنه لما وشي كده بيقلبص قوي، لقيت واحد من الفانز عامله لي على الانستغرام بفور صور ليا ومع سعاد حسني فاهمه كنت صغيره فانا اتبسطت جدا. مين يعني مش عايزه تبقى شبه سعاد حسني؟ مين مش عايزه تبقى شبه شيرهان؟ ومين مش عايزه تبقى وانا وشي بيلون؟ خدي بالك يعني انا دلوقتي لو رفعت لك شعري فوق قوي تقول فيها سنه من شيرهان، لو انا تخنانه ومن عيب لانسز ووشي هتلاقي فيها لمسه من سعاد. فيها ايه عبد؟ انا ما قلتش هم انا شبههم يا اخوانا، انا وشي المهم يعني نزلتها على الانستغرام. يا خرابي على الشتايم اللي انا اتشتمتها يا على فكره انا والله العظيم ما عملت حاجه، انا كنت بعمل ساعات البيت بعمل زيهم يا بيه والله انا كنت بعمل زيهم يا بيه والله العظيم ما عملت حاجه. انا ما قدرتش اصدق هذا الحقد وهذا الكم من ال بيسموها ايه اللي بيجوا عليك. انا على فكره ما قلتش حاجه، دي ناس من الفانز عملوا لي وبيني وبينك كنت شبهها ها خايبه وفي الصور شبهها جدا، بس انت بقى ازاي بتقارني نفسك؟ يا عم انا قارنت نفسي ولا عملت حاجه، وده بيبقى نوع من الغباء اصلا. لو انا حاولت ان انا اقارن نفسي بايقونه مرات في ناس كده مش مسموح ان انت ايه تقربي منهم، فانا حتى وكتابتي كانت واضحه انا ده انا ليا الشرف وكتبت ايه بقى جودي يا شهرزاد عارفه ان انا الناس شبهوني بيها ويا ريت زي القمر يعني، كانت لفته عجبتني الصور اللي شبه بعض. شوفيش بقى شوية في ناس طبعا محترمة وقالوا كلام حلو، في ناس قالوا كلام كمية الغل دي. بس انتي مش تواصلي مثلا كل ساعة دلوقتي بطلت ان انت بتاخد حاجات ساعة؟ يعني كنت في فترة كنت على طول مع لا انا فين في الانستا؟ بتويتر بس تويتر انا عمري ما فتحت تويتر، انا عندي الانستجرام فيسبوك بيسموك